يرد ذلك روح الأخوة وانتم القيادة الحين، وبالتالي إذا الإعلان يتعلق بحالة الشعور هذا الذين أقف أمام اللجنة المركزية اليوم لأعيد لها الأمانة والوديعة، وأن أضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات بصفتها الهيئة السيادية بين مؤتمرين لحزبنا، وبعد موافقة جمعكم في هذه جمعكم الكريم في هذه الصبيحة على تعيين أخي وصديقي السيد عبد القادر السعدي كأمين عام للمكتب السياسي، فإنه سيتولى وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب رئاسة الحزب بالنيابة إلى حين انعقاد مؤتمره.